لك بالنسبه للتحالفات ولا بالنسبه للوظفه، اعتقد ان ماشي هي الرئيس في اختلاف الشخص ما بين الحلقات في غرفه الصيف ديال الصناعات كثير جاوزناها وصحنا ودازت غرفه ديال الصناعات اسرع في ساعه في ساعه اختلاف الحق من حق يعني المسؤول الحزبي يتكلم، ولكن مع صحه الامور كاين بعض الحاجات اللي تعلمت من هذا الشيء وتجاوزنا هذا الاختلاف البسيط المسؤوليه اللي كتعطى واحد الشخص مثلا ما كيمشي فيها ماشي هذا هو النيابه، ولكن تعوضات في الاخير ديك النيابه ديالو كانت مثلا تكراسمون هي كانت تعتاد خصها تكون غادي، فاظن ان بعض يوقع ديك شنان بين السلطات والتزم الاخ الرئيس بتعويض ديك البلاصه من العصر المصري. بالنسبه للعموديه وبالنسبه نقول بان الحزب يطمح طموح شرعي اليوم علاش نطمحوا في اي حاجه ماشي بعموديه في اساس مقاطعه في شكاية ولا مجال ديالو، هذا لا كنقولش كيجي بالتوافق، انا بغيت تكون فاتحين على جل الاحزاب السياسيه حسب التوافقات اللي يمكن تعطينا، يمكن تعطينا واحد الحاجه ولا جوج او ثلاثه او ما تعطينا ولا حسب شنو عاد تعطى. اظن بان اليوم حسب النتائج دائما كنقول الرهان ديالنا حسب النتائج ديك الساعه غيكون 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 كلام ديك الساعه. اظن بان انت عشتي تجربه 2015 16 2009 فالحمد لله عرفتي كيفاش كيكون كيفاش كتكون التفاوضات باش يكون رهان على كل مجلس او كل مجالس المنتخب اللي غاتكون ان شاء الله في جلسه كبيره، فكل هذا كيتداول مع الاخوان يكون بعد النتائج. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.